بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم أيها الأخوة الصائمين والصائمات، ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا معكم في رحاب شهر فضيل كريم عند الله سبحانه وتعالى، نستكمل فيه أحكام الصيام وبالذات المستجدات في عالم الصيام من القضايا الطبية. القضية التي نريد أن نثيرها اليوم هي قضية القسطرة. القسطرة أو بسموه يعني خلقول كما شعب الناس السنتور، وهي عبارة عن إجراء عملية يتم من خلالها التعرف إذا كان هناك شرايين مسددة أو غير مسددة، إذا كان مسددة يفتحوها أو ما يفتحوهاش. فلو حدث هذا أنه أدخلوا هذا الجهاز إلى الشرايين وتمت عملية التفتيح أو عملية الفحص، فهل هذا يفطر إذا تم في نهار رمضان بسبب الصائم أم لا؟ الصحيح أيها الإخوة أن القسطرة أو السنتور هذه العملية لا تفطر، وهي أولى بالتفطير من الإبر العلاجية وإبر التطعيم. المنظار أيضا قضية أخرى الذي يدخل إلى البطن ولا يصل إلى المعدة، عملية استكشاف، فهذا أيضا لا يفطر، لأن مجرد إدخال هذا الجهاز كما اتفقنا سابقا وقلنا أنه يشترط في الشيء الذي يدخل الجوف أن يكون مغذيا. الغسيل الكلوي أو الدياليزة كما هو شائع عند كثير من الناس، الغسيل الكلوي إخواننا غالبا ما يصاحبه إدخال مواد غذائية أو سكرية، فإذا حدث هذا، إذا دخل على الدم أو أثناء عملية الغسيل مواد سكرية أو مواد مغذية، فهذا يعتبر من المفطرات والله سبحانه وتعالى أعلم. الغسول المهبلي الذي يعني يجريه الطبيب أو الطبيبة للمرأة لا يفطر، لأنه عملية تنظيف المهبل تتم حتى ولو أضيفت هناك بعض المواد، لكن هذا لا يصل إلى المعدة وليس فيه ما يسبب الفطر. وأيضا هذا الكلام ينطبق على تحاميل المهبل والمنظار المهبلي وأصبع الفحص الطبي، كله إذا أدخلت هذه الأجهزة إلى رحم المرأة أو إلى المهبل فإن هذا لا يفطر والله سبحانه وتعالى أعلم. القضية الأخرى هي قضية حقنة الشرج، إذا كان فيها ماء أو مواد مغذية تمتصها الأمعاء فعلى هذا الاعتبار تعتبر مفطرة، لأن فتحة الشرج هي منفذ مفتوح إلى المعدة والهدف هو التغذية أو التقوية، فعلى هذا كل ما يدخل إلى الشرج إذا كان فيه ماء أو مواد مغذية فتمتصها المعدة فهذا يفطر. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله. أيها الإخوة والأخوات، لتساؤلاتكم يمكنكم التواصل مع مركز الإفتاء التابع لقسم الدراسات الإسلامية في أكاديمية القاسمي عبر الهاتف رقم 04-62-86-631 أو عبر البريد الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة. نرجو الله سبحانه وتعالى لكم صوما مقبولا وإفطارا هنيئا.